فلوج نعم. طبعا الجو خرافي خرافي، الثلج تقريبا ذاب والجو كثير حلو وشوي أدفى من أول. كانت قبل يومين ناقص 10، اليوم احنا بنتحدث عن درجة حرارة زائد 7 زائد 8 زائد 10 امبارح كانت ومشمس. بدنا اليوم نصور فلوج قصير، بدي افرجيكم حياة المغتربين شو بوكلوا بشكل عام. احنا هسه بدنا نروح حاليا على مطعم ونشوف الجو هناك كيف راح يكون. طبعا اليوم بدي اشارككم انا بشكل عام شو انا باكل. عاده انا بطبخ في البيت وبسوي اكل في البيت، فاليوم احنا بدنا الواحد بزهق يعني من اكل البيت، فبدنا نغير اكل البيت بشكل عام. فاللي بدنا نعمله احنا نروح على مطعم وناكل. بصراحه هون المطاعم بشكل عام مش هالقد، يعني ما بتشعرك انه انت بتاكل مثل البلاد وهذا، لكن في مطاعم شوي منيحه فاحنا حنجرب. في مطعم مغربي جديد فاتح، يعني ما صلوش نص سنة هون في خاركوف، هو المطعم الوحيد اللي عن جد شعرت أنا ما قاعد بعمل له دعاية وما في بينه وبينه إشي، يعني ما بعرفني ولا بعرف، بس هو المطعم الوحيد اللي أنا شعرته إنه فعلا مميز، فعلا فيه أكل شوي بشعرك إنه إحنا في البلاد. المهم هاي المحل إن شاء الله يسمحوا لنا بالتصوير، هسا منفوت بنسألهم، إذا بيسمحوا لناش بالتصوير هاي اللقطة راح أقصها يعني. فمنشوف هسا بنسألهم. العافية شباب. السلام عليكم. مسموح التصوير؟ يعني مسموح بدون مشكلة. بس إذا بطلعك في الصورة عادي؟ عادي. على العافية. شو الاسم الكريم؟ مهدي. شو الأخبار؟ الحمد لله. قبل 8 يوم أكلت من عندكم شاورما كانت نار. حبيبي والله على راسي. فاهم علي؟ فبدي واحدة زيها ماشي، على وكمان أكلة ثانية أخذها معي على البيت. موجود الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب شو بدنا نعمل هسا؟ شاورما وزنجر. ماشي ماشي. زنجر نظبط له خلص إن شاء الله. مسموح أصور كيف وأنت بتعملها؟ أكيد ما فيش أي مشكلة. تفضل. مسموح. خلص إن شاء الله. طبعا الاكل انا ما صبرتش عليه فاكلت لقمتين من كثر ما هو زاكي، وعن جد الاشي نار الاشي نار. طلعوا طلعوا. طبعا هاي بدي اخذها على البيت بس هو حط لي اياها هيك. لهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو، نشوفكم المره الجاي، مع السلامه.